صباح الخير يا جماعة، احنا دلوقتي في مطار هواري بومدين في الجزائر، وفي يعني في انتظار السفر لمصر ان شاء الله. الطيارة هتبقى الساعة 8:30، الساعة دلوقتي 6 وشوية، فيعني فاضل حوالي ساعتين وشوية صغيرين عن الطيارة. هندخل دلوقتي نخلص كل الإجراءات ونسافر على مصر. واضح ان المشاعر هتبقى متضاربة والموضوع هيبقى صعب قوي معانا، بس ان شاء الله كله خير. وده مش وداع، ده يعني بنقول لكم الى اللقاء، وجايين قريب جدا جدا ان شاء الله. يبقى الموضوع بالنسبه لنا في الجزائر هو شويه في مصر وشويه في الجزائر. ان شاء الله هنيجي الجزائر تاني قريب جدا جدا، هنقعد معاكم. بس عايز اقول لكم كمان ان في ناس جميله معايا. بصوا يا جماعه، سمير بادي منامش النهارده يا جماعه، كان عازمنا بالامس في بيته، والنهارده كمان فضل معايا لغايه الصبح اهو معانا، ومحمود حجازي لغايه الصبح. سمير صباح الخير يا سمير. والله صباح الخير، صباح الفل. انا يعني اول حاجه في ورقك انت هيزعلني يا سمير. والله العظيم الناس الجميله اللي الواحد يعني يتشرف ان هو يعرفهم، الناس اللي بتعبر عن الجزائر بشكل رائع. والله العظيم انا مش ببالغ، سمير اخويا بالظبط، اخويا مش صديقي ولا الكلام ده، ولا جزائري ومصري. سمير اخويا ابن امي وابويا زي ما بنقول في مصر. انما المؤمنون اخوه. الله يخليك. والله يعني نفس الصوره تتكرر. لما جيت انا على مصر محمود هو اللي اخذني على الفندق وهو اللي ودعني يعني في الفندق، واليوم الصوره. بس اقول حاجه يا سمير، انا ما عملتش ربع اللي انت عملته معايا. انت قعدت معايا يومين هناك، انا هنا قعدت معاك شهرين. يوم بشهر. لا الحمد لله، رفع الراس والعين. وبعدين ايه سمير يا جماعه، مش هنا بس، سمير في العاصمه وفي وهران جالنا وعمل معانا الواجب. بجد يا سمير والله يعني انت ما بتعرفش انا ازعل قد ايه لما امشي، بس يعني الله يحفظك ليك كل بدايه نهايه. احنا على طول انا بس انا على طول مع بعض يعني ان شاء الله يا سمير، مع كل الناس الجميله اللي معانا. يا مسافر وحدك؟ لا مسافر وين رايح؟ تروح تعيا وتقول لي ايوه اروح وارجع تاني، يعني هزعل وارجع تاني. لا ان شاء الله نرجع يعني بفرحه كبيره ان شاء الله قريبا. واشكرك يا سمير والله، وانت كمان تاخد الشكر نيابه عن كل الجزائريين اللي عملوا معانا مواقف جميله. يعني احنا قمنا بالواجب، هذا هو كرم الضيافه، وهذا هو الشعب الجزائري. هذا هو الشعب الجزائري، هي دي. احنا ان شاء الله نكون مثلنا هذا الشعب الجزائري ان شاء الله. طبعا يا سمير ويا رفقكم السلامه، ان شاء الله تروحوا بخير وتوصلوا بخير لاهلكم، وكما كنتوا هنا بين اهلكم ان شاء الله تروحوا تموتوا وتوصلوا بخير على خير. دعيوا لنا معكم في السفر، دعيوا على السفر استجاب، واحنا قاعد ايام مباركه وان شاء الله تكونوا انتم بخير. والله يا سمير قضيتوا ايام دعواتك معنا ان شاء الله. طبعا طبعا ايام كانت عظيمه، ان شاء الله في فرصه اخرى. ايوه احنا مش زعلانين لان احنا جايين تاني يا سمير. يا اخويا مرحبا ان شاء الله باذن الله. يقول لك وانت هتجي لي امتى صحيح؟ استنوا يا جدعان، شوف الحج، دي حاجه مهمه. شوف الحج عبد القادر والجهل والشيخ حاج عبد القادر. حاج عبد القادر انا مستني الراجل يجي. حاج عبد القادر ما تجيش من غيره، شهر 10 الحاج عبد القادر يجي ويجيب سمير في ايده. حاج عبد القادر انت وكل ضيوفك والله في عينينا، ان شاء الله لطفي كمان يكون موجود، كل الناس الحلوه اللي في الجزائر اللي هيجوا في شهر 10 ان شاء الله، واي حد جزائري يكرم عشان خاطر سمير وعشان خاطر الناس دي. اي حد في الجزائر يا جماعه يا جاي اتصل بينا، اي حاجه نقدر نعملها معاه ان شاء الله نكون موجودين وحاضرين. حبيبي يا سمير يا اخويا رفقتك، يعني مش هنودعك، لا احنا مع بعض. استنى معاك. اجيب الشنطه. مفيش زعل يا جماعه ولا حاجه ان شاء الله. ان شاء الله راجعين تاني باذن الله. اهو وصلنا لاخر نقطه في المطار، يعني عايز اقول لطفي تعب معانا جدا جدا يا جماعه، من اول يوم وهو مستقبلنا هنا 56 يوم يا لطفي. 56 يوم 56 يوم بالظبط، الراجل ده معانا في كل خطوه، الراجل ده اللي عمل لنا كل حاجه هنا. يعني كلمة شكرا دي والله ما توفي ولا تكفي، غير واجب علينا. ومرحبا بكم في كل وقت بجد، من اكثر الناس اللي افتقدها يعني زعلان ان انا بمشي بجد والله العظيم. راح نستحضركم حتى احنا ولفناهم حبيبي والله يا لطفي. ان شاء الله هذه البدايه ومازال ان شاء الله. طبعا احنا قلت لسه للناس ان احنا ان شاء الله رايحين جايين مع بعض على طول ان شاء الله. وبعدين رحله الصحراء يا لطفي مفيش كلام، الصحراء لازم تقعدوا مش 56 يوم، 256 يوم عشان دي سمير هو جدعان اللي عمل معانا، يعني مش عارف اقول ايه والله يا سمير. انت ولطفي من اعز الناس على لطفي والله. لطفي والله بجد والله الحمد لله كل شيء تمشي. شوف سبحان الله، يعني على حسب نيتكم كلش سبحان الله. كاين حاجات ما كناش
كناش دايرين لهم حساب وجازوا منها الحمد لله. وبعدين احنا زعلانين واحنا ماشيين 56 يوم كنا نقعد 28 يوم بس تشوف سبحان الله يعني مكتوب مكتوب, مكتوب 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 الحمد لله والله. ومش عارف فراقك وصعب يا جدعان والله صعب جدا حبيبي تلاقوا ان شاء الله تلاقوا هنا وفي مصر حبيبي يا سمير سيبك من التصوير بقى محمود محمود دقيقتين يا جماعة على الهبوط دقيقتين على الهبوط تشير الساعة إلى الواحدة زوالا ودقيقا 50 وقد حطت بنا الطائرة على أرضية مطار القاهرة لأمنكم وسلامتكم نطلب منكم البقاء جالسين تحت مناطق أمنية مربوطة وهذا حل توقف تام للطائرة وإطفاء أولى تعليمات الأمن قبل نزولكم تحققوا من عدم نسيان أي شيء مما يخصكم على متنها هذا وأمل قائد الطائرة السيد أساس وطاقمه أنكم قد استمتعتم بهذه الرحلة نشكركم وإلى اللقاء. شكرا يا معلم يا حاج أساس. احنا في مصر يا جدعان احنا في مصر الجو نار الحر ده الحمد لله على السلامة يا جدعان وصلنا مصر بسلامة الله الساعة بالظبط 2 الظهر احنا طلعنا من الجزائر الساعة 9:30 وصلنا 2 الظهر مصر بس في فرق توقيت ساعة بيننا وبين مصر فالحمد لله على السلامة. خلاص تقريبا داخل على دمياط ومعايا مين؟ احمد جبر العالمي حبيبي يا ابو احمد والله حبيبي يا باشا نورت البلد. فاكرين لما كنا عمالين نقول قائد الرحله وسيل وقائد الرحله مش عارف مين؟ سيبك من كل الكلام ده. احمد جبر صديقي العزيز جابني من المطار يعني مش عارف اقول لك ايه والله يا ابو احمد نورت. بص البلد الشهرين اللي فاتوا دول المكان مش هتلاقي حبيبي يا ابو جبر والله. خلاص يا جماعه داخلين على بيتنا اهو وان شاء الله اشوف الفيديو ده بعد شويه كده ان شاء الله. شكرا لكل الناس اللي تعبت معانا في الفتره اللي فاتت دي الحمد لله وصلنا بسلام الى دمياط الى كفر البطيخ. شكرا لكم سلام مؤقت.